المستنقعات دائماً ما بتحتوي على نظام بيئي مفحم بالحياة، وأكبر مثال على كده هي مستنقعات أمريكا الجنوبية عند نهر الأمازون. هتجد يا عزيزي المشاهد كمية مهولة من الكائنات وتنوع كبير في أشكال الحياة. فتخيل بقى لو تعرفنا على المستنقعات في عصر الديناصورات، وده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة، المستنقعات في كوكب ما قبل التاريخ. ودي الحلقة الثالثة من السلسلة، وهي ملهاش علاقة بالحلقتين اللي فاتوا، لكن لو عايز تسمعهم هما موجودين في الوصف. وعامة لو بتحب الديناصورات والكائنات المنقرضة بشكل عام، فالقناة دي معمولة علشان. ومن غير كلام كتير اديني الانترو علشان نخش في الفيديو على طول. التروسورات وخصوصا الأسداركنز حجمهم مهول، وصعب جدا على الكائنات البرية تفترسهم أو حتى تأذيهم، لكن لو لسه مولودين فهنا بتكمن الخطورة. أولا هيجدوا صعوبة في الإقلاع، وحتى لو عرفوا يطيروا قدرتهم هتبقى ضعيفة جدا، فارتفاعهم من على الأرض هيكون بسيط، وكمان ممكن ما يكملوش حاجة ويقعوا على الأرض من كتر التعب. وعلشان يحصلوا على القوة الكافية للطيران لازم ياكلوا، وده شيء بديهي، بس البيئة اللي هم فيها شبه منعدمة من الحشرات أو حتى الديناصورات الصغيرة، فلازم يروحوا للمستنقع، وهنا تكمن الخطورة. في بحيرة كبيرة بتفصل ما بين المستنقع والجزيرة، فلازم ولا بد يعبروا البحيرة في الأول. وانطلق واحد منهم، لكن في وسط الطريق سقط وجذب انتباه المفترسين. الشاموسيوكس، تمساح منقرض بطول 4 متر، افترس أول واحد، وعرفت مجموعة التماسيح إن ده الوقت المناسب للاصطياد، وخلصوا على كل أطفال الأسداركنز. مهربش غير واحد وبقوا عجوبة كبيرة. في جزء تاني من مستنقعات أمريكا الجنوبية بتجتمع الأستروراپترز للغداء. ديناصور من عائلة الدروميوسورات، قريب جدا من الفلوسيرابتر لكنه أضخم وأقوى. وعلشان الكائنات دي بتمتلك أسنان مختلفة عن التماسيح، فبتعرف تمسك الأسماك كويس. هي فقوق التماسيح أقوى منهم بكتير، لكن الكائنات دي احتاجت لفقوق تعمل عمل الكماشة مش أقوى. ولما تكون الفريسة سهلة ومتوفرة بشكل كبير، تعرف إن الأمر مش هيستمر. وبالفعل مجموعة كبيرة من الرابترز اجتمعوا للاصطياد، وأفضل البقع تم الاحتواء عليها بالفعل، فيا إما تتحدى اللي وصلوا قبلك أو تاكل الفضلات. والفضلات هنا كانت أجزاء من السمك اللي بتسيبها الأستروراپترز الكبار في الحجم، فالصغيرين بيتسحبوا خلثة ويحصلوا على البقايا اللي بتمثل لهم غذاء عظيم. تعالوا نروح لواحد من أغرب الكائنات اللي ظهرت في الحلقة، الضفدع الشيطان، أضخم أنواع الضفادع اللي عاشت على وجه الأرض. تخيل إن ضفدع زي ده ممكن يبلع ديناصور صغير في الحجم، وعلى الرغم إنك ممكن تستهزأ بالكائن ده، لكن الغريبة إنه ظهر في الحلقة بشكل قوي. يعني هنا السوربود العملاق دوت كان عايزه يمشي، وكان بيحاول إنه يخوفه، لكن تصداله وما خافش، وبالعكس ده كمان السوربود هو اللي خاف ومشي، ويمكن ده علشان الصوت العالي اللي كان بيطلعه. اسمع كده معايا يا عزيزي المشاهد. المستنقعات بيتوفر فيها المياه والنباتات والجو الرطب، فشيء بديهي ان الديناصورات النباتية تجتمع في المستنقعات. وبتواجد الديناصورات العاشبة لازم ولا بد نجد المفترسين، ولا سيما التيركس ملك العصر الطواشيري وملك الديناصورات بشكل عام. فردين من التيركس تواجدوا في المستنقع ناظرين الى الفريسة، لكنهم عرفوا ان محاولة الاصطياد هتفشل لان الكائنات دي اسرع من التيركس بمراحل، فخلوا الفريسة تعتقد انهم انسحبوا، ولكنهم في الحقيقة متربصين ليهم حتى يحل الظلام. ومع ضوء القمر حان وقت الاصطياد. التيركس بيمتلك بؤرة عين مهولة، فنظره حاد جدا، فحتى لو الدنيا ظلمة هم شايفين كويس. فانطلقوا الفردين بكل هدوء ناحية القطيع، وكل واحد منهم تمركز في مكانه. أصدر فرد منهم صوت عمدا علشان ينبه النباتيين إن في مفترس في المنطقة، والفرد التاني ملتزم الصمت في مكان. ومرة واحدة انطلق الفرد اللي أطلق الصوت ناحية القطيع وزرع الخوف بينهم، ولما قربوا للفخ انطلق التيركس التاني وبتلت عضات أنهوا على فريسة ضخمة بتزن أطنان علشان يستمتعوا بوجبة دسمة جدا.
من أقوى الديناصورات النباتية هي الباكيسيفلاسور، ده كفاية اسمها يا جدع. الديناصورات دي كانت بتتميز بجمجمة بارزة صلبة جدا، استخدموها الذكور في القتال والتباهي. أقوى فردين في القطيع بيتنافسوا حتى الموت، واللي كان بيعيش بيتم طرده من المجموعة لأنه دلوقتي بقى عايش في عار. بس الكائنات دي منقرضة من ملايين السنين، فإحنا عرفنا منين إنهم كانوا بيتقاتلوا بالشكل ده؟ يعني حتى لو معانا الحفرية ممكن من خلالها نستنتج الشكل، لكن كمان هنستنتج السلوك؟ بصراحة دي مش داخلة دماغي. في كائنات نباتية في العالم الحالي بيتقاتلوا مع بعض عن طريق نطح رؤوسهم في رؤوس بعض. أكبر مثال على كده هو كبش الجمال، والباكيسيفلاسور بتمتلك جماجم صلبة سمكها 30 سنتي، فممكن نبني توقعنا على الأساس ده، لكننا عايزين نتأكد أكتر. قطعنا عدد مختلف من جماجم الباكيسيفلاسور نصفين، والاكتشاف هنا إن الجماجم ممكن يكون ليها وظيفة تانية، لأنها كانت بتحتوي على ألياف متشابكة قادرة على إنتاج صبغات ملونة، فممكن تستخدم في الاستعراض فقط مش شرط القتال. لكن في عام 2013 تمت أبحاث أخرى بأكثر دقة برضو على مجموعة من جماجم الباكيسيفلاسور، واكتشفوا ثقوب عميقة متكررة في أماكن مختلفة، ومن هنا تأكدنا أنهم كانوا بيستخدموا رؤوسهم في القتال والتباهي بالألوان أمام الإناث في مواسم التزاوج. وهنا نكون انتهينا من الحلقة الثالثة من سلسلة كوكب ما قبل التاريخ، واللي تناولنا فيها مستنقعات العصر الطباشير. وفي الحلقة القادمة هنتكلم عن المحيطات بشكل مختص. وفي النهاية لو عجبك المحتوى يا عزيزي المشاهد، ما تنساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان تجيلك الفيديوهات القادمة، واللايك اللي هتدهولي أولا هيشجعني، وثانيا هيساعد ان الفيديو يوصل لشريحة أكبر من الناس. شكرا يا عزيزي المشاهد على وقتك اللي مش بيقدر بثمن. كان معكم جيو، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.